السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هنرد فيه على الفيديو الأخير بتاع شادي سرور، مش بتاع الانتحار ولا بتاع أنا تركت الإسلام، لا الفيديو الجديد بتاعه اللي كاتب حزين وطالع لابس أسود في أسود وبيقول أنا حزين. شادي سرور في الفترة الأخيرة من ساعة ما سافر بره وراح أمريكا، أعتقد لوس أنجلوس، وهو عمال يتخبط ومشتت، وهو في نزعة التشتت والتخبط دي من زمان بس كانت خفية، لانه من حوالي اكتر من سنتين كان نزل بوست برضك بيتكلم فيه ان تعبان نفسيا ومريض نفسيا، من كانت حصل له حادثه وهو طفل صغير وقع على رجليه ورجليه كسرت وعمل عمليه. طب ما قلنا كده كذا مره 100 مره ان جميع الاطفال بيحصل لهم مشاكل وبيعملوا عمليات واللي بيتكسر وايده ورجله، الدنيا ماشيه يعني. لا ده عنده عقده من هو صغير موضوع رجله، وهو ما شاء الله كبير وبقى كويس وجسمه حلو وبيتحرك ورياضه، ماسك ان انا تعبان نفسيا من اللي حصل لي ده. انت بتدور على اي موضوع تمسك تعقد نفسك بيه وتعمل بيه من مشكلة، تحس انك انت مضطهد ومظلوم في الدنيا وتعبان وحالتك ان انت. المهم كان نزلها كذا مرة على حسابه كده من سنتين ثلاثة، ولما سافر بره وبيجري ويسهر ويشرب وبنات وسهر واوروبا ويروح اسيا ويلف على البحار ومعايش حياته تمام التمام يعني. فجأة يقوم طالع يقول لك أنا هنتحر. يعني إيه هتنتحر؟ عمال بيختلق مشاكل كده غريبة وفجأة يطلع العقد النفسية اللي جواه ويتهم بيها غيره، ويقول لك إن عشان في بعض التعليقات من الناس المتابعين بيشتموه ويسبوه ويهينوه. طب أنت عندك ملايين من الناس، نفترض بيعلق لك مثلا 100,000 واحد، منهم 10,000 واحد بيشتموه. طب من فين 90,000 اللي بيكلموا كلام كويس وبيقول لك تعليق كويس؟ بيسيب 90,000 يقوم ماسك في 10,000 مثلا يعني. فده راجل بيحس باضطهاد، ان عنده مرض الاضطهاد يعني، ساب كل دول ماسك دول وانا هنتحر. ايه تنتحر؟ انت عبيط ولا اهبل؟ ايه هنتحر دي؟ تحس انه ضعيف كده وبيتكلم كلام غريب وبيعمل ما تفهموش هو رايح فين وجاي منين. وكتير يقول له انت ما شاء الله يعني وصلت لشهرة ووضع ومال وفلوس، طبعا غر بالفلوس وغر بتاعه، ساب اهله وساب بلده وباع وطلع من جلده واكل ناس وما اعرفش، وعمال يتهم في ابوه ويتهم في اللي حواليه وابويا، وكان بيضربني وانا صغير. طلع في الفيديو الاخير يتكلم يقول لك ان انتوا مصر والشعب المصري والعربي شعب مريض ومتخلف وبتضربوا العيال وهي صغيرين. طب يا ابني ولا بيضرب؟ طب ما احنا من جيل انت ما شفتش نصنا. احنا كنا في المدرسه واحنا صغيرين المدرس لو اللي بيخطأ بيحط القلم عند بين صابعينه كده ويضرب، وكانوا يقلعوا رجلينا ويربطونا في فلكه، حاجه اسمها فلكه انت ما عشتهاش، ما طلعناش معقدين ولا تعبانين وبتاع. ما شفتش انت الكتاتيب ازاي كان الضرب فيها بالجلده، والشيخ الكفيف ولا بتاع بيمسك في الكتاب يهري العيال وطالعين ما شاء الله اللي هم ماسكين المناصب دلوقتي في البلد وادباء وكتاب ومشاهير، هي دي اللي طلعت الرجاله. لا بيضربوا العيال انتم تعرفوا ايه. طلع في الفيديو الاخير اللي كاتب فيه حزين ده لعبت تضرب واحنا صغيرين، وانا عشت كنت في عين شمس وعشت وشفت الكلام ده. انا اتضربت يعني ايه اتضربت وانت صغير؟ انت انسان مريض مش طبيعي يا ابني، روح اتعالج. مره هنتحر، مره التانية لا غير رايي والله لا مش هنتحر، دي ما جابتش مع الناس وما سمعتش وخلاص، او عدت عليها 3 اشهر وبتاع، خش في الجديد يلا. تركت الاسلام، طز فيك يا اخي، الاسلام بريء منك ومن امثالك الهمجيين الجاهلين، انت حته واحد فاشل اصلا، انت مين؟ غريبة قوي. فتركت الاسلام وعامل لي فتنة. انت عارف ان في عيال كتير قوي في اطفال في مصر وفي الوطن العربي بيتابعوك، لما تطلع زي اللهبل كده وتقول انا تركت الاسلام انت بتعمل فتنة رهيبة. وجاي لي في الفيديو الاخير بتاع حزين ده عمال ينصح الناس، انتوا صورة سيئة عن الاسلام، انتوا بتتكلموا عن الاسلام بتاعه وانتوا اصلا بعيد عن الاسلام، انت يعني اللي قريب يا فاشل تطلع تفتن الناس وتفتن الاولاد.
ما تتحرق يا اخي، سيب الاسلام ولا ان شاء الله تبقى بوذي حتى، ما تطلعش تشتشهر هذا قدام الاطفال. انت المفروض تتحاكم قانونا، انت بتعمل دعوة علني قانونا تعرف عليك دعوة علني ان انت بتدعو للانحلال والانحراف والبعد عن الدين وترك الاسلام، انت بتحارب الاسلام، انت عدو للاسلام اصلا باعلانك واشهارك تركك للاسلام. طب انت جاهل وما اتعلمتش، ما قريتش الاسلام، ما تربيتش صح، سيب غور في 60 ده ليه بتدعو اتباعك ليه؟ يعني في اولاد كتير بيخشوا شباب بيتكلموا بيتهموا شادي سرور ان هو عمال بيالف مشاكل ويخترع عشان يزيد مشاهدات او بتاع، بيالف مواضيع صراحه يعني كده هتضيعه وتاذيه، ويقول لك ان موضوع الانتحار ما جابش مع الناس، خش في موضوع انا تركت الاسلام، وبعد مره يقول لك انا تركت الاسلام بتاعكم انتوا. ايه الاسلام بتاعكم انتوا؟ انت هتالف بقى والاسلام بتاعك والاسلام بتاعنا، وعملت لك بيقول انا بعبد ربنا بطريقتي. ايه يا عم في ايه يا عم، انت رحت فين وقابلت مين وبتقعد تسمع لمين؟ في ايه؟ تحس انه ممثل كده وتايه، شد سور تايه ومشتت ولازم يتعالج يا جماعه. اللي قريب منه اللي بيحبه اذا كان يعرفه لازم الواد ده يتعالج، مش طبيعي يعني. قبل كده يقول لك انا وقعت على رجلي وانا صغير ورجلي اتكسرت وتعبان نفسيا، بعد كده يقول لك ده بابا كان بيضربني وانا صغير. ايه يا عم؟ سبب يقول لك انتوا العيال بتشتمني في التعليقات. لا حول ولا قوه، ايه ده؟ في ايه؟ وعمال يعني كل كلامه وعمال اتهام الاسلام. طب انت في شباب ولا اولاد ولا كبار ولا صغيرين عمالين يشتموك في التعليقات، وكل الناس بيحصل معاها كده، مش كل واحد واحد يخش في التعليقات يشتم يقوم يقول لك اسلام، لا الاسلام وحش. مالي الاسلام؟ دخلت الاسلام ليه في الموضوع؟ الله، انت بتطلع تقدم فيديوهات وحاجات هبله وهايفه، واذا كان ليها هدف او مش هدف او معنى زي ما انت تقول، ناس دخلت شتمتك، دخلت الاسلام في الموضوع ليه؟ انت غريب قوي يعني. انت نفسي افهم ايه دخل الاسلام في التعليقات وفي فيديوهاتك بتعملها؟ هو انت راجل بتعمل حاجه اسلاميه عشان لما يشتموك بتقول الاسلام؟ وعمال تحقر من الاسلام وتمجد في الغرب وتمجد في التربيه الغربيه ومش عارف في ايه يا عم. بطلوا بقى الشتيمه، والاخر الاخر تعمل الناس كلها يقول لهم انتوا ايسيس، انتوا داعشي، كلكم دواعش. تصدق بالله ان انت اصلا داعش، طريقتك ارهابيه وبترهب الناس وبتخوف الناس، وانت اصلا مش طبيعي. والاخر يقول لك بحبكم في الله. بحبكم في الله؟ انت يا ابني بتهبل. يقول انا بحب كل الناس في الله، بحب مسلم ومسيحي ويهودي وكافر، اي واحد طالما بيعمل خير وما بيأذنيش انا بحبه في الله. ايه ده ايه ده؟ انت عارف كلمه معنى الحب في الله والبغض في الله؟ اوثق عرى الايمان، اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. اعلى مراتب الايمان الحب في الله والبغض في الله. بحب ده عشان بيسمع كلام ربنا وبتعرف ان الحاجه دي ترضي الله، وبكره ده مش عشان انا بينه وبينه حاجه، لا بكرهه عشان ضد الله وضد اراده ربنا وضد اوامر الله وبيعاصي ربنا وبينشر فساد في الارض. لكن انا بحب كل الفسده والفسقه ولا بتاع طالما ما بيأذنيش بحبه في الله. انسان مريض ما هوش فاهم بقول ايه، وانسان عاوز يتعالج وعمال يعمل لنا ربكه بفيديوهاته ويطلع للشباب والبنات والاطفال، وانا بقول ان ده المفروض يتقدم للمحاكمه لانه بيأذي اطفالنا. اللي عمال يقول لك العيال صغيره بتضربوها، ما انت بتدمرها وتقول لهم تركت الاسلام يا فاشل، اللي الناس بتبنيه في سنين انت عاوز تهدمه في ثانيه. انت مش عارف قد ايه ملايين من الاطفال بتتبعك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يقول لك انا زمان في اعمالي القديمه انا كنت بدعم الخير وبعمل خير وعندي مليار مشاهده على اليوتيوب، انا يوتيوبر مميز. عينك. انا من فتره زمان بنقول الولد ده كويس وصغير وناشئ وبيعمل حاجات ظريفه وحلوه، بدا بقى تصرفاته النفسيه والمال وطلع مره اعتذر على الصور لما صوروه مع بنات في البار والخمارات، طلع اعتذر انا كنت صغير ساعتها والفلوس جرت في ايدي واتخدعت بالشهره وانا ما عندش بعمل الحاجات دي. ولما طلع بره وعاش في امريكا وهبل التهبيل الاخير بتاعه، فيديوهاته الاخيره طلع يتكلم بالانجلش فيها وفشل،
علق فشل ودون على تعليقات الناس، انت فاشل، اشتغل اللي عايز يشتغل اشتغل، وما يبصش بعدين، بص يا اخي للناس اللي بتديك امل وبتشجعك، ما تبصش اللي مثلا بيحطمك. ليه؟ لان انت مريض نفسيا، عمال تدور على حاجه تعلق فيها شماعه فشلك وتعلق فيها مرضك النفسي. الناس بتشتمني، الناس بتعمل لي، لا انا هنتحر، لا انا مش منتحر بقى، انا هسيب الاسلام، لا انا سبت الاسلام بتاع كنتم، الاسلام بتاعنا غير الاسلام بتاع، يعني ايه الاسلام بتاعك غير الاسلام بتاعنا يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عمال يعمل حاجات مثيره كده ومزعجه، و بتفهمش هو رايح فين وجاي منين. ده ردي ان الولد ده مريض نفسيا، وزي ما هو بيقول ان الشهره والمال فسدته مش شويه، لا ده كتير فسدته كتير. ولما راح الغرب اتخدع بكلام ان هو ما عندوش ارضيه ثابته يقف عليها، وما عندوش اسس قيم الدنيا وواثق من نفسه، فبقى فريسه للي شافه هناك، اتخدع واخرته ربنا يستر يعني. احنا بنتمنى له طبعا الخير، ونتمنى له انه يتنقذ من الازمه اللي هو فيها، بس هو ازمته من ازمه لازمه لازمه، لان هو بيزق نفسه للازمات دي، وبيستمتع بحبه ان هو مضطهد، بيستمتع بان هو الناس بتشتمني، بيستمتع ان انا اتضربت وانا صغير، بيستمتع ان انا رجلي اتكسرت وانا صغير. فده مريض يا جماعه، فلازم يتعالج من مرض البارانويا ده، لان ده عنده مرض اسمه البارانويا، انه احساسه دائما ان هو مظلوم. بس احنا في اخر الفيديو انا مشفق عليه جدا جدا. وانا من فتره بقول على الواد مش طبيعي ومشفق عليه جدا، بدعي له ربنا يهديه ويشفيه، ادعوا معايا ربنا يشفيه، واتمنى ان هو يفوق لنفسه شويه. بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.